يقول السائل: هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الإنترنت أو عن ظهر غيب؟ نعم، الحائض والنفساء تقرأ القرآن من الإنترنت ومن الأجهزة، بل من كتب التفسير. هو المشكلة المصحف، لا تمس المصحف فقط. أما تقرأ القرآن من كتاب تفسير أو من أجهزة التليفون الآن اللي فيها المصاحف أو الإنترنت، ما في بأس، أو من حفظها، لا بأس إن شاء الله تعالى.